أبو عمار يقول: يا شيخ، أريد من الشيخ حفظه الله، ونحن سنذهب مع إحدى الحملات في الحج، أرجو نصائح لهؤلاء وتوجيه كلمة من هذا المنبر. يجب على أصحاب الحملات أن يتقوا الله في من معهم، فلا يشقوا عليهم ولا يضايقوهم ولا يخلوا بحجهم، فإن بعض الحملات قد تسيء إلى من معها وتسكنهم في مكان ليس هو من المشروع السكنى فيه، يسكنونهم في مزدلفة، وكان في أيام منى يجب أن يسكنوا في منى ويبيتوا فيها، لأن هذا من أعمال الحج ومن واجبات الحج، فعلي أصحاب الحملات أن يتقوا الله فيما من يحملونهم، ولا يتسببوا في تنقيص عبادتهم، يسكنوهم في منى، يأخذون لهم مساكن في منى، أو يأتون بهم في الليل إلى منى ويبيتوا فيها، ويذهبون إلى مساكنهم في النهار إذا كانت خارج منى. نعم.